الله يهدي حيك يا بعيد. وما زفت يلا عشان تلحق تروح تهدي طلع عندك درس. الله يخرب بيتك غفرت لي طلعت دور. امال عايزين اصحى افطر يعني ولا في على الصبح يا جدع؟ لا مش عارف انا مدرس اللي فاضي يقوم في الصيام والحر ده يعمل ده درس ايه ده؟ عايزين لهم فلوس فلوس يا جاج. حاضر نازل. استغفر الله العظيم. لا لا ايه ده انا اهلي لا هموت التكييف شغال وحران ومش هنزل في الصيام وانا في الحر ده. بعدين بقى النهارده زمان سالني انه هجيب عربيه ابويا يجي بيها الدرس عشان الدنيا مش معنى انا يعني. النهارده كمان الجمعه صلاه النبي. لا ده انا هاخدها هاخدها بقى تشقلبوا تتصرفوا. استنى هشقلب. الاوفر ده ما كنت عديت من جنبه خلاص. اوعى اوعى يا معدي اوعى. مين الحيوان اللي عمل الكنبه دي؟ ام اني صايم. فترة ليه يا حاج؟ يا زميكس درس ايه يا ابني اللي فاضل عليك ده ويبدا؟ اديني بالظبط دقيقة واحدة وتقني عليك. حلال ملك حلال الملك حلال. ماما انا نازل رايح الدرس. حضرتك عايز حاجة؟ وحياة امك. وانت انت بتسأل يا اخويا تتحسد. لا انا كده كده بجيب يعني جامد الدرس فلو قلت اي حاجة لا غلطان يعني. قلت لهم انا صايم قلت لك سوا في حضرتك. عايز حاجة ولا لا؟ اه عايز يا اخويا. عايز ايه يا غالي؟ في سؤال واقف معايا مش عارف احله في الكلمات المتقاطعة. سؤال ايه يا ام؟ بص يا سيدي عشان بقالي ساعة مش عارف احله. بيقول لك ايه بقى؟ ما هو الحيوان الذي يتصف باقوى عضة في الثدييات؟ اه انت حضرتك بتسالني مكان بابا النهارده يعني. لا مش عارف بس مش مهم يعني عايز حاجه وانا جاي اجيبها لك. ام سوبر ماركت ايه الاسئله دي؟ بص يا سيدي هات لي معاك ايه دقيق وزيت وبيكنج باودر وحاجات عشان اعمل لكم كيكه بعد الفطار ان شاء الله. بس كده ده انا جايب لك المحل كله ده انت تمر يا عسل. يلا سلام. كان في بحر وهينسى وقت يعني لو جاب حاجه. فكرة كان يسمع صوت العربية؟ ركب لي قهوة خاصة. اللي ابويا بيسمعه ده. الحقنا. يا نهار اسود. وانا يوم ما اعمل حادثة عن حادثة قدام البيت. ادخلها مكانها جوه وارجع المفاتيح ولا كأني شفتها. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي جابك بدري كده يا فتحي؟ لا يا ام المستر كلمنا ولغاه. انا لقيت نفسي بقالي كتير ما عادش اتكلم مع حضرتك ولا خدنا ودينا في الكلام كده فقلت لك هبقى اتكلم معاك شويه. اه عارفاها انا القعده بتاعت الكلام دي. ربنا يستر ما يكونش فيه فلوس. اتفضل يا حبيبي امك. ده عشمي فيكي برضه يا حاج. قولي لي يا ماما هو العربيه بتاعت بابا يعني لو باذن الله انا عايز احوش انا عايز احوش ان شاء الله واجيب واحده زيها تكلف لها كام كده؟ لا كتير يا رحمة كتير. ابوك بقى كتير بيحوش فيها كذا سنه. والله الله يطمنك يا يعني كله بتاعه بيجي الحمد لله. طب عايز اسالك حاجه برضو. هو بابا امن على العربيه دي؟ عامل لها تامين ولا لا يا فاهم؟ مش مامن. وبدات ما سرحش لاسئلتك. لا 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 مفيش اي انا اسئلتي سرحت وانا الا بقول مفيش اي حاجه حد يتقال. لا انا بفكر يعني باذن يعني بفكر بصوت عالي يعني انا ده هطلع فوق. لا مفيش حاجه مفيش حاجه. اروح فين اروح فين تروح فين من ايه يلا؟ وبعدين خد سامي ده طلعت تجري. انت جبت لي الحاجه اللي قلت لك عليها بتاعت الكيكه بس ولد ده وقت صح هروح اجيبها لك اهو جاي. يا نهار اسود. انا اللي بصرف وبعد طيب يا سيادتكم طيبين رمضان كريم وان شاء الله تبقى سنه سعيده عليكم وتحققوا اللي نفسكم فيه.
المسابقه بتاعه السنه دي باذن الله كانت زي 2021 زي عروستي. فالاسئله باذن الله السنه دي هتبقى ميكس بين 2021 و2024 باذن الله. هتبقى اسئله دينيه، اسئله تاريخيه، اسئله عامه، وان شاء الله الحلقه هتبقى ثابته كل يوم في رمضان الساعه 8 باذن الله. واول واحد هيجاوب في التعليقات هو اللي باذن الله هيكسب، يا اما درع الكويسر يا اما المرش. الناس كانت بتسال بتقول الايفون السنه دي المفروض هيسلم ازاي. ان شاء الله ال 30 حلقه هيكون في منهم حلقتين، يا اما بقى مثلا اول حلقه اخر حلقه في حلقه ال 20 ال 15 هتلاقي باذن الله المرش بتاع الكويسر ده هو المفروض الاي كي جول دي هتظهر لمده سنتين. فاي حلقه الحلقه اللي هتظهر فيها دي لمده سنتين وانت تاخد بالك منها، يبقى باذن الله دي الحلقه اللي انت المفروض دي هتجاوب فيها بسرعه، لان هي دي الحلقه اللي هتسلم فيها ايفون. هما باذن الله هيبقوا حلقتين وباقي الحلقات كلها هيبقى درع الكويسر والمرش. ان شاء الله باذن الله اول واحد هيجاوب في التعليقات هو اللي هيتاخد سكرين شوت للتعليق بتاعه وهينزل ثاني يوم في الحلقه اللي بعدها وهيكون في الستوري على الانستغرام. واي حد ان شاء الله عايز يعرف تفاصيل اوضح للمسابقه بالظبط هتلاقوني بنزلها في ستوريات على الانستغرام. بس كده مكسات، وان شاء الله تبقى سهل عليكم رمضان كريم وصوم طيب.